شرفي لنا بالاسم ديالك الحاجه وفين ساكنه البلاصه. سميتي العونيه الخامسه. خالتي دابا الوليدات ديالك انت هي شنو وقع لهم؟ واش تزادوا هكا؟ لا ما تزادوش هكا. غير مرة بغيتك تحكي لنا كيتزادوا كي كانوا قبل كانوا مزيانين، كان يقراو وكان ايوا كاع عارف منين باهم كان مريض في السبيطار، وانا نبيع الخبز الجوطيه كان هاملين كاع عارف، ويبات الخلا والبرد. كيفاش غير هاملين زعما؟ ها؟ كيفاش زعما غير هاملين؟ اي قعدوا في الخلا، لا ماكله لا دار كانت عندنا، لا ما نقول لك. ايه هنا ايه القرابه نتاع الطراب. ايه القرابه نتاع الطراب. ومن بعد اللي كانوا يباتوا في الخلا وفي الزنقه وهذه، من بعد شنو وقع لهم؟ ما قدش يتمشاو. هذا الزوج؟ الزوج بقى وحده. ما قدوش يتمشاو، لا ماكله لا البرد لا نوب لا، يعني ما كانوا لا ياكلوا لا كاش. ما كانش بوهم كان مريض، انا ما قديت ليهمش، كان عندي البز الصغار، كان عندي شي 4 تاع البنات كانوا يقراو في الخيريه وخرجوا. ودابا البنيات ديالكم زوجين؟ زوجين زوجين. المهم هاد البنت لها على الطلاق، هاد الولد الصغير. هاد دابا انت يا خالتي باش كتاكلوا باش ما قربي شويه الميكرو. ايه ندبروا منا ومنا ولدي، خاصني ندبروا شويه منا ومنا والمحسنين هكا منين يدوروا معاهم هكا في الزنقه. خاصني يدوروا معاهم هكا الناس في الزنقه وصافي، راه ما عندنا والو، ما كان والو. القصه ديال الدار اللي كانت طاحت عليكم وكي صارت لكم؟ لا واحد النوم جات كبيره، واحد العام واحد النوم هو طاحت علينا هذا البيت والكوزينه، ايوا شي ناس علموا قال لهم ذاك المعوقين راهم طاحت عليهم الدار. شكون الناس برا، الناس برا. ايوا ما علموا، جا واحد المحسنين كيما وجهكم، ايوا فوق يشوفوا لقينا في واحد قلعوا الماء بلاخو الغرار فنرميو برا، كلشي طاح علينا. حنا منين تكتر الدار نديرو الميكا فوقنا نحسو. ايوا عدلوها لنا الله يخلف عليهم، صوبوها لنا. دابا الوليدات ديالك ما خدموا ما والو، هذا خطر. كيفاش يعاونوهم؟ لا ما كانش. مشيتوا شي جمعيات؟ مشيت واحد الجمعيه ما كان والو، ما داروا حتى شي حاجه غير هضره خاويه. كان والو ولدي يستغلوا داك الدعوة يعطيوني الاخر كيلو روز شويه عدس هكا من عام لعام، وحنا سامحين كاع فيهم ما نقدش نديهم في الطاكسي جوج، ما نقدش روحي ديري هكا وديري هكا، وحنا سامحين. جاتي يمكن حتى الخدمة تاع الخبز هذاك الشيء ما بقيتش تخدم؟ ما بقيتش نخدم، مرضت يعني حاجة السكر. فهمت. انت باش مرضت خالتي كاع شنو؟ قلعت المرة راه الخطرة ولدي، راه فيا السكر وفيا الكلاوي. وبالنسبة لهم هما الدراري كي كانوا يعني فقاش وقع لهم هذاك الشيء هكا؟ اي هكا هكا. شحال كانت عندهم عام؟ كل عندهم شي 14 عام هكا. ما ديتيهمش الطبيب؟ انا نديهم غير للمحومه، غير الحومه ولدي، الفلوس ما عنديش. شنو كانوا يقولوا لك الحومه؟ ايوا مركيو لهم الدواء. ها؟ هما مول الحومه يصبتوا في السبيطار. واه يعطيوهم الرانديفو ويسمحوا، يعطيوهم الرانديفو وما يعرفوش هذا ما يسمحش. يسمح. قضية السمع ملي كان صغير ولا؟ لا تا كبر. تا كبر. اخوتي هنا نهضروا معاك. هكا حنا نهضر معاهم كي صارت لك الودنين. قلنا كي صارت لك، شوفوا كي صارت لك الودنين. اسمع ودني كنت بالمال تقدر عليهم ما عرفت لهم شي. كانوا يشيلوا بالقياح. ها؟ ايوا كنت مريض ودنيا وزادوا عاوتا رجليا، بقات رجل واحد الوحده وزادوا بجوج رجلين، ما كنتمشاو ما نقدش نطويهم. وفوت الراديو عند الطبيب قال لي الروماتيز، قالوا لي روح للمرزوقه تبرك، ما عنديش باش نمشي. بقاو مركيو لي الدواء كي تمشي للحومه ديالنا المولاي ادريس، عطوني الدواء وهذاك الدواء باش نقول لهم ديال الروماتيز، عييت ناكل فيه والو ما بريتش. هادي شحال معاه وانت مريض؟ شحال؟ مي كانت عندي 14 سنه درك 22 سنه. ولا انا لا انا لا خويا. لا انت لا خويا، لا خويا، بالنسبه لك انت حتى الخدمه ما كتخدمش يمكن. ما كنت نخدم لا والو. ما تخدمش. يقعد برا يجيبوه لنا. كان مشي نطلب جد جدارمية بلا بيدي، كان نطلب نجيب هذيك بركة شوية الوالدة منا شوية الكروسة ديالك عندك؟
عطاوها واحد عطاوها لخويا شي واحد كان ينبر بكروسه عندها كروسه كبيره كاين ينبروا بها وعطاوها له شي واحد هنا في الضوحه وقلعتها له وكنت مشى بها وجرار واجت وجرار راه تحت عليا طاحت تقلعت وما عنديش باش نتمشى باش نخرج كنجيب المويه هذاك الطريب خبز كنمشي نجي للجدارميه كنطلب لافيل بينها ورم كيعرفوني الجدارميه كيتهلاو فيا. يعني دوك حتى باش تمشى ما تقدرش تمشى. ملي كنتمشى ما نقدش رجليا نطويهم. وانت اخوك انت اخوك خصو الكروسه. انت اخوك. انت اخوك. هو ما نعرف. هو يتمشى بالدبابيه. يتمشى بالدبابيه مسكين يتمشى وتعرف. بغيت يعني. أولدي هذا يداوي يعاونه شويه الى المحسنين الله يرحمكم الوالدين اصلا بغيت يداوي ما قديت لهمش ما بغيتش انا غادي نموت نخليهم ورايا هما معذبين وانا معذبين خصي يداواو يدبروا المحسنين كي غادي يديروا معايا معاهم ما قديتش عود ما قديت لهم صغار بالله اودي انا يا ولدي المحسنين هكا خطره خطره شحال من خطره قلعوني عاود ردوه للناس شو تقولوا تسعي قلعوه للناس عارفين كل تعاون معاكم واه واه الله يخلفي عليهم الله حتى الناس يتفرجوا فينا تعاونوا معاكم واه شحال قلعوا لي الكونتور ردوهم للناس. فهمت واه. ممكن تورينا الكروسه ديالهم شوفوها؟ واه ها هي ودي واه. اذا المشاهدين شوف تي في كما شفتوا هنا عائله فقيره جدا شوفوا حتى الكروسه مسكين شوف هذه مسكين باغي شوفوا مسكين الكروسه واه الكروسه كي دايره مسكين شوف. واه مسكين شوفوا حتى الحاله ديالهم شوفوا في كاين الناس. يعني حاله مزريه بهذا المعنى هذه الحاجه يعني من الفراش لا حتى شي حاجه يعني غير الحيوط كما كنقولوا الحمد لله نتمنى خالتي شحال معام اللي صابوا لكم الدار تكون شي 5 سنين هكا ولدي ما كان لا فراش لا هكا بكري حنا ما كان لا فراش لا غطا لا ماكله لا رحمت الله هي شي مصاب في البرد كي كديروا خالتي هكاك بعد احسن من هذه احسن منين ما عدلوا لنا هذا الدار الله يخلفي عليهم احسن احسن كنا غير في الخلا كنا غير في الخلا اللي يفوت يضربنا في حجره فين في الخلا فين كنت ساكن في الخلا ايه هكا يعني هنايا يعني ما عندنا لا بيبان لا حيوط قصارنا واه يعني غير الارض هكا ناعسين نديروا ايه الحجاب النوم من الارض كانت ديالكم ديجا ولا قبلناها قبلناها واه كان يقفلوا الارض قبل الشيباني هاد ملي تصب النو حنا تصبنا اتجهنا والنو نديروا الميكا علينا هكاك ونعسوا واليوم الله الله يكثر خير المحسنين الله يخلف عليهم اذا خوتي خواتاتي السيده ساكنه في عوينت السراق عوينت السراق بالضبط مجيت مركب السلام ياك مركب اجتماعي السلام حدا السويقه الجديده الدرب ديالكم شحال الزنقه جوج رقم الدار 53 رقم الدار 53 اذا اللي بغى يتصل بهم ولا شي حاجه ويجي عندهم يعاونهم راه الرقم راه الفوق كي غادي نساليو اللايف يدخل يتعاود يدخلوا اللايف وتلقاو الرقم الفوق ديال التليفون ديالهم تواصلوا معاهم اللي بغى يعاونهم ولا يجيب لهم كروسه ولا كروسه الكتريك الناس ما عندهم لا فراش لا حتى شي حاجه لا شنو غادي نقول لكم حاله عند الله نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر وتعاونوا هاد الناس اللي ما قدرش يعاون هاد الناس هذا غير بارطاجي المباشر تحيه طيبه وتبارك الله عليكم وشكرا جزيلا.